حرك. أهلا وسهلا بيك سي نور الدين وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا بيك وشكرا لكم على الاستضافة والتحية لكل السادة والسيدات المستمعين. مرحبا. إن شاء الله نهار تونس الكل نهار مبروك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. دو توت فاسون عامين توا خلي لك تعليق على مرور عامين على غزوة ملحمة أحداث بن قردين اليوم سي نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله شهدائنا الأبرار. اليوم في الحقيقة ذكرى مهمة في بلادنا، تأكد جدارة هذا الشعب بالحرية وبالكرامة، وبالمناسبة نترحم على أرواح كل شهداء ملحمة بن قردان التاريخية المجيدة، ونوجه التحية لأهالي بن قردان ولأهالي الجنوب أحرار وأبطال الجنوب اللي أثبتوا طوال تاريخ تونس وعلى مر العصور أنهم أوفياء لهذا الوطن، وأنهم دائما في المقدمة في الدفاع على حرمة الوطن وعلى وحدته وعلى استقلاله، أثبتوها في مقاومة الاستعمار الفرنسي المغيظ، وأثبتوها في معركة بناء الدولة الوطنية من أجل الحرية والديمقراطية وفي مقاومة الاستبداد، وأثبتوها في الدفاع على الثورة المجيدة ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وفي حمايتها من قوى الردة ومن قوى الإرهاب. وملحمة بن قردان هي حلقة في سلسلة البطولات، بطولات أهالينا وأخوتنا وأبنائنا في الجنوب التونسي أحرار الجنوب. لكم مني كل التحية ولكم مني كل الاحترام والتقدير بما يليق بجهدكم وعطائكم وبذلكم من أجل تونس ومن أجل حرية تونس واستقلال تونس ونجاح الثورة المباركة. واضح ما دمنا نحكيه على الحرب على الإرهاب، أحد من بين أحد نقاط وثيقة كارتاج اللي عليها انبثقت حكومة الوحدة الوطنية لحركة النهضة، تعتبر جزء مهم حتى لا نقول الأهم على الأقل بالنظر إلى الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، بما أن حركة النهضة اليوم تحت قبة البرلمان تعد الكتلة الأولى عدديا. قلت المحاربة الإرهاب أهم ولا من بين أهم النقاط نجحنا فيها سي نور الدين على الأقل، فما نجاحات قاعدة تحقق فيها الوحدات العسكرية والأمنية، علاش بقية النقاط الموجودة في وثيقة كارتاج لم تنسج على منوال الحرب على الإرهاب؟ نتحدث عن الحرب على الفساد، البارح كان بحثنا العميد شوقي طبيب مؤشرات الفساد كيف كيف، اليوم الوضع الاقتصادي معناها الكل براتيكمون يشعل بالأحمر، البنك سنترال البارح يزيد في سعر الفائدة المديرية 78 فقط يوم توريد بحساب العملة الصعبة، ماذا يحصل سيدي؟ على كل حال الحمد لله أنه من أولويات وثيقة قرطاج ومكافحة الإرهاب ومواجهته، ونجاحنا في هذه الحرب نجاح مهم، وهو على الأقل يثبت حاجة لازم التوانسة ينتبهوا لها، يثبت أنه بالنسبة لنا ما ثماش حاجة مستحيلة، مثل ما أثبت الثورة المباركة أنه ما ثماش قدر محتوم، ومش من قدرنا أنه نبقوا تحت هيمنة الاستبداد والفساد، وأنه إذا تعلقت همتنا بالتحرر من هذا الاستبداد رانا النجم نتحرر. وفي عيون بعض الناس حتى الليلة 11 جانفي و 14 جانفي كانت من الناس مازالت تقول مستحيل باش المخلوع يمشي ومستحيل باش النظام يتيح، وثم كان يقول كان يدخل اللي فات ويعمل في خطبة معناها ولا كما الدور الخاطبة دور الوحدة جهر بيعطيه فرصة خليه يتواصل، لكن الشعب التونسي الشعب التونسي قرار وانتهى. وذاك نجاحنا في المعركة ضد الإرهاب وملحمة بن قردان صورة من صور هذه المعركة وصورة من صور النجاح، دل كونه ما ثم حتى شيء مستحيل، لذلك لازم نحطه قدامنا أنه ما بقي لنا من معارك، معركة الثورة الاجتماعية والاقتصادية، معركة مكافحة الفساد ووضع حد ليها اللي هو حليف الإرهاب واللي يمثل نفس الخطورة على الدولة كيف وكيف الإرهاب ولا يقول له خطورة على الإرهاب، معركتنا من أجل العدالة من أجل الحرية من أجل الكرامة من أجل التونسي يلقى حقه في العلاج ويلقى حقه في البيئة السليمة ويلقى حقه في البنية الأساسية ويلقى حقه في ديوان تطهير وحقه في الإذاء، هذه كلها معركة متواصلة حققنا فيها نجاحات، لكن قاعدين نشوف نور الدين الارقام كلها والمؤشرات الكل تتحدث عن العكس، اليوم التربيه والتعليم واقف، المستشفيات العموميه كيف كيف، هنا شفنا القائمات السوداء اللي تونس دخلت فيها، شنو اللي تحقق سي نور الدين؟ لا شوف اذا كان نحب نحكوا واقعيه، اي واقعيه طبعا، سنجد انه منذ الثوره اليوم تحقق الكثير في مجال ان المده هذه كنت في كان عندنا اسبوع جهات كنت في زيارة لبعض الأحياء الشعبية في معتمدية حمام الشط.
اللي بعض الناس تعتبرها معتمدين مترفع جدا. و ثم حياة زرناها الأيام هذه، سبقنا زرناها عند عام ونص، نلقاوها غارقة في الطبع للعنكوش، نلقاو وقت اللي تصب المطر التلميذ ما عادش نجم يمشي يقرا، والمريض ما عادش نجم يمشي للسبيطار، بل هناك من توفي ما نجموش يخرجوه بعد ما جابوا له تراكتور باش خرجوا عليه، لا ثم لا شبكة كهرباء، لا ثم شبكة مياه، لا ثم ديوان تطهير، لا ثم طرقات معبدة. اليوم زرناها لقينا الطرقات المعبدة، ولقينا الربط بشبكة التطهير، ولقينا كذا، ونسميها الحيز باش نبدو واضحين حالي بالفرح. ولذلك هناك أشياء تحققت، لكن ما زلنا في حاجة لا تكفي، طبيعي جدا لا تكفي. قدام طموحاتنا كتوانسة، قدام اللي نحبوه لا تكفي، وما زال قدامنا جهد. ما هوش لوكس يا سينور جيد اللي نحبوك تقول قدام اللي نحبوه، راهو مش لوكس، راهو اليوم عشرات البطالة ونسبة البطالة زادت، ضرورات الحياة. لكن لازم نعرفوا كون وزادة تراكمات وآثار 60 سنة من التهميش، و60 سنة من الظلم، و60 سنة من التمييز بين مدن ومدن، وبين مدن الداخل ومدن الساحلية وغيرها، وتوانسة كلهم تواسة، معناها نحترمهم الكل نحبهم الكل، يحتاجوا الجهد باش نخرجوا. وانا هذاك علاش نقول اليوم للحكومة بالمناسبة، خليني نقول ثلاثة حوايج. الحاجة الأولى، يلزم ندخل بكل قوة في معركتنا ضد الفساد، كما قلنا يلزم تكون معركة شاملة وعميقة وجدية. ونحن في مجلس النواب الشعب كتلة حركة النهضة، من خلال مبادرات تشريعية قدمناها في مكافحة الفساد، في مسألة التصريح بالمكاسب، في مسألة الإثراء غير المشروع، في مسألة منها تضارب مصالح، كلها جزء من الجهد ضد الفساد، ويلزم المعركة تقوى وتكون شاملة. اثنين، يلزم نعطيه نقوله المرحلة هذه مرحلة الثورة الاجتماعية الاقتصادية، نحن تقريبا استقبلنا البناء السياسي، ما زلت المحكمة الدستورية ان شاء الله نسرقوا عليها انتخابات البلدية هاي على مرمى حجر. يلزم الحكومة تعين المعركة في هذه المرحلة وفي المستقبل هي معركة الاقتصاد ومعركة الأوضاع الاجتماعية ومعركة تطوير أوضاع التوانسة من أجل حياة أفضل. بذلك الحكومة لا وعي نزيد نوعيه هنا واحدة. وثلاثة، ننبه، خليني يعطيوني فرصة باش ننبه الحاجتين. ننبهوا لأنه أوضاع صعيبة اليوم في المستشفيات العمومية، وضع صعيبة في كلية الطب، يهدد مرفق الصحة العمومية اللي هو مرفق متطور في تونس، يهدد بالانهيار. وأنا بالمناسبة وجدد النداء، سبق عملت نداء للسيدان وزير التعليم العالي والصحة العمومية، وجدد النداء للسيد رئيس الحكومة وزير التعليم العالي وزير الصحة العمومية، أن استمرار إضراب طلبة كلية الطب والأطباء الداخليين والأطباء معناها المقيمين لأكثر من شهر، راه خطر يهدد البلاد، راه خطر يهدد حياة التوانس، راه اختار يهد مستقبل تونس. والحل سهل برشا، الحل في رفع مظلمة، ما يطلبش حاجة كبيرة. ثم أمر خاطئ للأسف شديد، وانتخذوا وزير سابق كان حاسب روحه معناها تز حكمة، سعيد العايدي، ما نعرفش ما نسميش، ما يهمنيش الأسماء، باش مش هذا الموضوع المهم. الموضوع بالنسبة لي أنا اللي يهمني، أنا اللي يهمني مش حمل مسؤوليات، هو ثم جهات تحمل مسؤوليات. أنا اللي يهمني هو أنه ثم مصلحة طوانية مهددة، والمصلحة الوطنية مهددة بأمر اللي نجم يتغير فيه لحظة، هي يرفع. أدعوهم بكل معناها بكل أخوة إلى التعجيل بوضع حد، لأنه ثم كارثة تهدد البلاد، ثم كارثة اليوم صحيح. المستشفيات العمومية مهددة بأنها تتوقف تماما. اليوم الأطباء معناها الشبان والمقيمين، المقيمين اليوم مش مقيمين، اليوم المساعدين اللي معناها يهدوا بالإضراب لأنه ماش قادر يخدموا. اليوم الأساتذة الجامعيين ما عادوش قادرين يخدموا، ما عادش قادر يخدم. اليوم معناها الأساتذة المبرزين ما عادوش قادر يخدموا. اليوم ما عادش عنده إمكانية باش يدخلوا يعملوا عملية المواطن في حاجة العملية. وعلاش التمسك بالأمر هذا؟ هاني نجدد الدعوة باسمي كنور الدين البحيري كمواطن تونسي، باسمي كنائب شعب، باسمي كرئيس كتلة حركة النهضة. زير الصحة نتاعكم سي نور الدين. لا الكل وزير نتاعنا. ابنكم معناها. كل خوتنا وسير وزير الصحة معناها مشكور على انفتاحه في الحوار مع الطلبه وممثلي الطلبه. ما علاش سمحني سي نور الدين، علاش ما حلش المشكله؟ كان منفتح على وزير الصحه، ما انفتح ومشكور على انفتاحه، لكن ادعوهم، ادعو السيد رئيس الحكومه وادعو السيد وزير التعليم العالي اللي هو طرف مهم في القضيه هذه باعتبار تنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم في الجامعات يهمه هو، ما يهمش وزاره الصحه. وادعو السيد وزير الصحه الى التعجيل بحد الاشكال، ان شاء الله من اليوم الغدوه، ان شاء الله من اليوم الغدوه من هنا لاخر اسبوع نسمعوا كل الموضوع هذا تحل، ونهار الاثنين الطلبه والأساتذة الداخليين والأساتذة المقيمين يرجعوا لمباشرة العمل نتاعهم. الثالث
ثم كارثه اخرى انتم قاعدين مش عارف قاعدين حاسين بها التربيه وحجب الاعداد. لا خليك من حجب الاعداد برشا كوارث في البلاد هي. خليك من حجب الاعداد نعدوا قاعدين احنا توم المده فهمتي الناس كل فرحانه وسير وزير الفلاحه فرحان وزير التجاره فرحان بالمداخيل المتوقعه من العمله الصعبه في تصدير الزيوت صفاقس هي كارثه حاصله في البلاد اليوم الفلاح تدمروا والتجار تدمروا والمعاصرية تدمروا وصغار التجار لأنه الأسعار معناها وقعت فيها معناها حالة متاع انهيار عجيب بسبب ربما معناها سعر شنو بلاد سمحني سيدي 14 دينار لكن شوف هو قداش وصل له تو اللي ما تعرفهوش سمحني سيدي سمحني خلينا نكمل خلينا نكمل والله لا راهو المشكلة اللي حاصل تو اليوم في 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 أسعار الزيوت كما اللي حاصل في الطماطم والفلفل قداش الفلاح يبيع فيها ب 400 اليوم إدارة الزيت في جهة صفاقس وفي بعض الجهات تحت على 9 دينارات وانت تاخذ فيه ب 15 وتاخذ فيه ب 14 وتاخذ فيه ب 16 صحيح لذلك ايش نقول؟ خليني نقول سي سمير بالطيب صديقي وزميلي سير وزير الفلاحة راهو الدولة اعتادت حتى تنجح في حماية بعض القطاعات الاستراتيجية قطاع زيت الزيتون وقطاع الزيتون قطاع استراتيجي بل من أهم وأخطر القطاعات راي تعودت على أنها في مثل هذه الحالات تتدخل نحن ديوان الوطني الزيت مشغول لحماية المنتجين وحماية قطاع الزيتون اللي هو معناها يعاني من الجفاف يعاني من كذا وزيد يعاني من المضاربين ويعاني من المحتكرين تولينا الطماطم يعاني من المحتكرين والفلفل يعاني من المحتكرين والدقل يعاني من المحتكرين والزيتون يعاني من المحتكرين تو كنت انا نحكي على الصعوبات وعلى أي. فشل الحكومه قال لي زين الدين ما نحكوش ولا هو يعدل في الفشل الصحه واقفه التعليم العالي واقفه يا سلمان يا سلمان يا سلمان قلت لك راهو باش يجينا يجي عنا في شباكنا تعرف علاش يا سلمان خاطر احنا سمعنا ما تعملوناش كثير نغني وجناح ويرد عليه في الاوف كنا نحكوا يا ايمان ما نساش نسمع نقولوا للناس معنا عشان نخبوا في الاوف كنا نقولوا سينوردي قال انتم يا سيمون قوم بدورك راك ولد معارض الدوله هاني جاي الحكومه هاني جاي الى درجه اني خفت خاطر هو يحكم حسب حاكم يا منظر انا خفت لازلت خايف يا منظر خلينا نكمل خلينا نوجه نداء خلينا نوجه يروح معايا باش ربما يعتقلونيش في الطريق لا بس نعتقلك حد بلاد حريه بلاد حريه وانت نعرفك تحترم الحدود ما تخرش حافظ درس هاي برا سينوردي برا انت نعرفك ما تفش الشهاده هذيا نعرفك ما تفش الشهاده أنا بالمناسبة خليني فعلا ما نوجه نداء سيد وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل من أجل حماية قطاع استراتيجي ومهم وخطير جدا طيب. هو قطاع الزيتون كذا طيب. ملاحظة أخيرة أي. ملاحظة أخيرة موجه لكم أنتم كإعلاميين شرفاء وأنا أعرف كونكم من الإعلاميين الشرفاء وموجهة للأخ نقيب الصحفيين سي نجل بغوري وموجهة لكل الصحفيين الشرفاء احنا المدة اللي فاتت كان ثم خرج بيان من حركة النهضة يقول راهو مش يتعدى علينا يظلمنا راه مش مشوا القضاء من بين الناس اللي احتاجوا هو السيد النقيب والنقابه قالوا كيفاش انتم تهددونا بالقضاء طيب سيدي انا لن التجي للقضاء هل نلتجي للنقيب ونلتجي للنقابه ونلتجي لكم انتم كنقابين شرفاء تو معقول انا صحفيه زميلتكم في تعليق على خبر مفتعل تصنع ماكينه معروفه قاعه العمليات الناس كل تعرفه مانيش باش نسمي شكون وراها اللي وراها معروف لكن ما يتسماش والله برشا ما يتسماش مثلا ثم واحد في الاعلام ما يتسماش ثم واحد يمتلك قاعه عمليات رهيبه من 2011 ما عرفتش شكون المدير خلينا نكمل زميلتكم مانيش بنسميها زاد مانيش بنسميها اعطينا هو اللي عارف شكون معقول زميلتكم تقول هالناس هذوما انا باعتباري واحد من حركه النهضه وجماعه حركه النهضه الناس هذوما اثبتوا مرة أخرى أن مرهبيين ويلزمنا وإذا كان لزم يلزمنا نهزوا ضد السلاح هذا تحريض على القتل ومش تحريض على القتل تحريض على القتل ومش تحريض على القتل تقال في في الشبكات التواصل الاجتماعي على البروفيل نتاعها على البروفيل نتاعها وفي تعليق على خبر خرج في موقع من مواقع معناها الإلكترونية هذا تعتبروه تحريض على القتل ولا إيش تعتبروه أنتم؟ التجأت للنقابة كما التجأت للنقابة هاني قاعد نلتجأ للنقابة لا لا النقابه مش هنا معقول يعني هاني قاعد نوجه في نداء لكم انتوما لكن النقابه عندنا زميلتكم هذه هاني ما نحبش السماء والله ما عرفتك علاش كنت راهو مش معقول الحديث نهزوا ضد مسلاح ومش معقول نقتلوهم ونسحلوهم في الشوارع راهو مش معقول اعلاميين يقولوا كلام كما هذا في حق مواطنين التوانسه خلينا منها جريمه بحكم القانون وجريمه ارهابيه خلينا من هذا راهو ما يليقش
هذا مخالف لمواثيق العمل الصحفي، هذا مخالف لأخلاقيات الصحفية، هذا يخالف معناها قانون العمل الصحفي، هذا يمس مصداقية الإعلام ومصداقية الإعلاميين، هذا يمس الإعلاميين والشرفاء، هذا يمس النقابة، هذا يمس النقابيين. راه مش معقول. ولذلك أنا خليني نقول سيد النقيب يا أخوي قلت ما تشكيوش، أنا ما نش نشكي، تفضل خذ ضد إجراء المرة هذه، عايتوا لها اسمعها قول علاش الكلام هذا تقول فيه، عايتوا لها تشوف قولها ما علاقة الكلام هذا بدورك الإعلامي، إذا كانت تحدث كإعلامية، إذا كانت تحدث كمواطنة طول تجيب القضاء، قضاء لسبب بناتها كإعلامية، احترام للإعلامة الإعلاميين واحترام للنقابة، يتفضلوا خذوا إجراءات. تفضل خذوا إجراءات، راهو لا يعقل أن تفتح صفحات التواصل الاجتماعي الإعلاميين لمثل هذه الدعوات الخطيرة اللي تدعو الى القتل. سي نور الدين انا نقول لك شو، اول حاجه عندي ملاحظتين على الموضوع دي، انا اعتبر اول حاجه انه رسالتك وصلت من المنبر هذا الاعلامي، ومن بعد باش نهبطوا حتى في المواقع نتاع نتاع الاذاعه، ومعناتها اعتبر انه وصلت رسالتك ووصلت الى نقيب الصحفيين سيد نجيب قولي. واحد اثنين، انا لا انزه انه الاعلاميين، بعض الاعلاميين الحقيقه كيما القطاعات الكل، راهو مش الاعلامي على راسه ريشه راهو سامحني، ولا السياسي على راسه ريشه، معناتها ثم بعض الاعلاميين الحقيقه في حاجه الى مراجعه المهنيه والموضعيه والحياد، هذا نقولوا الحقيقه، مش راني خاطر انا صحافي نكون مع الصحفيين ظالما او مظلوما، لا، القطاع كيف القطاعات الاخرى ايمان سامحني، وحنا بيدنا كاعلاميين يعاني من مره يعاني سامحني سي نور الدين من دخلاء، يعاني من ناس ممكن تخدم في اجندات ظاهره او خفيه، معناتها منسوب التوتر في بلادنا الحقيقه مش ناقصين، هذه واحد. مساله اخرى، ما نجمش ساده سي نور الدين نعملوا امالغام وخلط كبير، والناس اللي تنقد بكل حياد وبكل موضوعيه وقتها نقولوا لا وش بيه هذا ينقد في رئيس الحكومه زعما شكون حرشه، وش بيه هذا متحال متحايل، ما انت منحاز لطرف طرف للطرف اخر، هذه قراءه في النوايا ولا ما نخرجش منها. اسم انا نقول نعاود نقول، انت تعرف موقفي هذايا من 2011، ما ثماش ديمقراطيه من غير اعلام حر واعلام مستقل، ثماش ديمقراطية، والإعلام هو العين الساهرة على استكمال البناء الديمقراطي وتحقيق الديمقراطية في البلاد، ومصلحة التوانسة وحقهم هو في إعلام حر. ونحن على كل حال كي خذنا امتحان من أجل حرية الإعلام جينا مع حرية الإعلام، تتذكروا مليح النقاش اللي حصل في قانون مكافحة الإرهاب في خصوص مسألة إفشاء سر المهني، يعني شكون ندافع على حق الإعلاميين والمحامين في التمسك بسر المهني؟ نحن دفعنا، نحن كنت تعرك النار، انا شخصيا كرئيس قلت لو كعضو في لجنه التشريع العام دفعت هذا الخيار، ورغم الضغوط ورغم ما قيل وتمسكنا به ونجحنا والحمد لله. لكن تبدا شوف يا منظر، كي تبدا ثم اراده عامه في اصلاح الاوضاع في البلاد وفي تحقيق الحريه هذه وتطويرها وتوسيعها وتعميقها، ومازلنا نحن في الخطوات الاولى، مازلنا الخطوات الاولى، وتلقى ثم قاعات عمليات، يعني كثير اللي يغني وجناح ورد عليه، معناها شو صار؟ انا عندي 6 شهور عملت تصريح بمناسبة تزكية الحكومة، قلت راهو كل وزراء بما فيه السيد وزير الداخلية رانا مش نزكيهم ومش نصوتوا لفائدتهم، لكنهم راهم تحت عين الرقابة نتاعنا ولازم نحاسبهم، مناش خايفين من حتى حد. يجي موقع الكتروني يخرج الخبر هذا يقص ويبعد على حكاية الحديث على معناها تزكية الحكومة وكذا، وياخذ بعض المقتطعات وكأنه الحديث صار البارح، كانوا صار بمناسبة ما يتحدث ما يروج حول خلاف بين هذا الطرف وذاك، وهي كي جماعه ما قلنا التير اللي غنوا جناح يرد عليه التير، شو عمل التير؟ جيل الحديث قص وعمل له كذا على اساس انه خارج البارح، وجناح شو يرد عليه؟ جي قال هذوما راهم هون مره اخرى كانوا مرهبين وهاكم ضد وزير الداخليه وضد الامن، ما بقى لنا لازمنا نرفع ضدهم السلاح، وحق فيهم باش نرفع ضدهم السلاح باش نقتلهم باش نسحب لهم يا كذا. يا رسول الله سينوردين يا رسول الله، سينوردين سكروا الملف هذا يزين ما القاعات المظلمه هذه، لا سامح لي الفكره وصلت، لكن ما هو يضروا فيكم الدومه، يضروا فيكم الدومه، بارك الله فيك دفعت علينا وكثر خيرك سينوردين. اما خلينا نقول لك خلينا نتعدى، خليني نقول لك وشنو انتم موقف الحقيقه ثم حديث على انه حركتنا هذه مش راضيه على وزير الداخليه وانه علاقتها متوتره، وثم حتى الخيال ومشى بعيد سينوردين ويقول انه انتم معناتها تحالفتوا مع رئيس الحكومه لازعاج وزير الداخليه كمقدمه يقصعه. شو اخي منظر رد على الاشاعات، رئيس الحكومه هو رئيس كل رئيس حكومه كل التونسيين، اشاعات انا قلت مثالش 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 ما نتبناهاش، ولذلك ما ثماش حزب يتحالف مع حزب، ما تحالفش مع رئيس حكومه ولا مع وزير، ضد وزير اخر ضد واحد،
الوزير المشرف على رئيس الحكومة لرئيس الحكومة أنه يعفيه. ونحن قلنا ونعود نقوله تعيين الوزراء من مهام رئيس الحكومة، ونحن نبدي رأينا كما غيرنا سلبا وإيجابا، ولك في الأخر القرار اللي يديه. وكل مطلوب منا تسكيت أي وزير ما ترجعناش وما ترددناش، وشيء طبيعي في ظل الحكومة التلافية. وعلاقتنا مع السيد وزير الداخلية اللي نحترموه ونقدروه لموقعه ولشخصه هي علاقة كما كل الوزراء، بل هي علاقة معناها فيها الكثير من تقدير بحكم الموقع اللي يحتله كموقع في وزارة سيادية، وزارة عندها دور كبير في حماية أمن البلاد وحماية الدولة وضمان معناها استمرارها وتطبيق القانون. وإذا كان ثم شكون يحاول يدخل بين الظفر والحم باش معناها يربك الأوضاع لغاية في نفس يعقوب، نقول له فاتتك ليلة الدخول يا مهبول. لأن نحن من الناس اللي تنجم معناها كلمة هزنا وكلمة حطنا، ولا سيد وزير الداخلية كذلك، ولا سيد رئيس حكومة من الناس اللي قادرة كلمة هزم ومثل الإشاعات تهزم وتحط، معرفين معناها بعضنا وعارفين أدوارنا وعارفين كذا. وأعتقد أنه دورنا نحن كحزب موشي تحريض هذا على ذاك، ومعناها نحن مضبين الحكومة تكون واحدة وتشتغل كلها على قلب رجل واحد، لأنه في ذلك مصلحة وطنية. وما عندناش إمكانية، ما عندناش باش نتحالفوا، نحن كي نتحالفوا نتحالف مع النيدان، نتحالف مع حزب الله. أما به سي نور الدين، مثل هذه الإشاعات أظن أنه هدفها واضح، هو إرباك لو ضعف البلاد وفتح باب فتنة باش يدخلوا من خلالها لغايات لغايات لوطنية. سي نور الدين، هناك الحقيقة في الويكاند الأخرانيين عشنا على حالة إشاعات، وما نحبش نقول إرباك وأخبار، معناتها كيفاش رأي مدير أمن وطني وقلت في وزارة حساسة وكل شيء، أو تنحى، أو تنحى في الفيسبوك، أو قال لك تم صراع بين رئيس الحكومة أو لا، ومن بعد يجينا بلاغ بعد تقريبا 12 ساعة ولا 13 ساعة أو بعد نهار كامل. هذا حصل حدث إرباك في مؤسسة مهمة جدا، معنية بالحرب على الإرهاب، معنية بالأمن القومي متاع البلاد، معنية باستقرار بأمن الناس حياتهم وأعراضهم وأموالهم. هذا يدل أي. هذا بالنسبة لنا يدل على نقاط العمليات اللي تحكي على ضرورة رفع السلاح ضد النهضة وضد غير النهضة، مصر على إرباك الأوضاع في البلاد. لا سينوردين على سماح الحرام ذكينا مسالش 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 خلينا نكمل مسالش خلينا نكمل. أكيد تبيني كنت تحكي على إشاعات. أي إشاعات؟ إشاعات إشاعات غيرت الإشاعات غرفة عملية إشاعات ما تماش إشاعة برية، لهم مدام يسمى إشاعة إشاعة مش برية. رقعة العمليات منظمة يا سينوردين، قاعة العمليات منظمة 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 وعارفين إيش يعملوا، وعندهم هدف منذ الثورة اليوم. نعم، لمصلحة القوى المعادية للثورة ومصلحة قوى الردة والرجوع إلى الوراء في داخل البلاد وخارجها. أنت ما علقتيش على ما حصل في بين الوزير الأول وبين رئيس الحكومة. أنت شاهد على حاجة، أنت شفت حاجة؟ خرجت سير وزير الداخلية رينا إشاعة، لكن سمحني ما رينا في الفيسبوك بعد 12 ساعة مش خرجت وزير الداخلية جاء في بيان. عادي جدا خوتو، هو تو كيما اللي ريت في الفيسبوك صدقوا البيان. لا حكينا معناه، لا مش صحيح، لا مش ابدا مش صحيح. في نفس الإطار البيان هو بيان للإعلان على تحوير اللي هو طبيعي جدا يصير في البلاد، وما العيب انه تم تعديل ولا تغيير. ثم حديث على انه ثم تسريب المعلومة قبل البيان الرسمي. اسمعني، اول مرة يوقع تسريب معلومات هي. لا في جهاز حساس كيما كلا سمح لا 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 شوف، وزرة تسرب معلومات وساعات يطلع الخبر الصحيح والخبر الغلط، وساعات فيه كذا وساعات فيه كذا. لكن انا نقول انا بالنسبه لي انا فاهمي، انا محاوله افتعال ازمه واشاعه اجواء متاع ازمه بين رؤوس بين اعضاء الحكومه وبين الحكومه وبين بعض الاحزاب وبين الحكومه وبين السيد رئيس الجمهوريه وبين الامن والجيش وبين الجيش وغيره وكذا، كلها الغايه منها افتعال ازمات ودفع البلاد نحو المجهول. طيب. وارباك الاوضاع في البلاد. ولذلك نقول لكم كعالمين شرفاء، نقول لكل الوطنيين المخلصين البلاد من يحبوا بلادهم، قولهم اذا كانوا ما تخلصوش من قاعات العمليات نتاع الخراب رانا مش نبقوا نعملوا. والله يا ساعتين انا حسستني على المهموت، ما فيش حاجه انا مقبله تحكي على وهم على شبح على اشباح. سي نور الدين سمي المثال ايش قولها الاشباح هذه؟ لا شنو معناها معناها تولي انا ما نحكيش في الاشباح، نعيش في مع الاشباح. سامحني مع احترامنا سي نور الدين، ما نعيشوش مع الاشباح، نعيش مع واقع. سمي، انا نشوف ايمان، نشوف سي نور الدين البحيري، نشوف المخرج نتاعنا هكا، وماكش قاعد تشوف في حد شيخ.
لا نحبك تقوله لي انت مش قاعد تشوف في حد شيء خليني قلته لك نظرة تختلف والواضحات من الفاضحات ما يحبش يقولي قاعدين يضروا فيكم ويضروا في الاعلام ويضروا في الاعلام والسرفاء جماعه جماعه قاعت عمليات الخراب هذه نسميها على النظام السابق قاعت عمليات الخراب باهي قول لي مقرهم فينا قاعت عمليات الخراب عماره الوطن تعرفهم يا مضر تعرفهم وكل الشرفاء من احياء العاصمه تعرفهم وكل الشرفاء يعرفوهم وفي حاجه فقدت الحراك من اجل وضع حد لمثل هذا انا ما مثل هذه انا لحقي قلتها وما فهمت به هل انه حركه النهضه انت ايمان ساعات تفهم تبدا عامل روحك مش فاهم ايش حبنا نعمل لك يعني سنردين في اول مره اول مره نشوفك هل انه حركه النهضه راضيه على اداء الحكومه اليوم راضيه 100% لا كمال الله نحن راضيين على ما قاعد يتحقق في البلاد من خلال استمرار مسار الثورة حتى بخطوات وإيدة أحيانا وساعات متردة وساعات متعثرة راضينا متحقق في مكافحة الإرهاب ومقاومته نطمح إلى مزيد الفعل في مقاومة الفساد حتى تكون معركة فعلا معركة شاملة وقوية وعميقة وما زلنا كذلك نأمل في تحقيق خطوات أكبر في مجال التنمية والمشاريع الكبرى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اللي سميناها نحن علاش ما تحققش تحتاج إلى مزيد الجهد تحتاج إلى توفر جملة مسؤولة قاعدة توفر شيء فشيء وأنا من موقع كرئيس كتلة حركة النهضة وكقائد في حركة النهضة أدعو السيد رئيس الحكومة إلى الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التوانسة ومزيد تحفيز الوزراء المختصين في هذا المجال والإدارات العمومية المحلية والجهوية من أجل تعزيز وتسريع نسق التنمية في الجهات اللي هي تعاني من تهميش منذ أكثر من 6 عقود. أنا علاش وجهت لك سؤال وأنه حركة النهضة راضية اليوم لأنه مقارنة أو إذا كنا نقرأ اليوم المواقف متاع مختلف شركائكم اليوم في وثيقة كارتاج واللي هما ضمنيا داعمين لحكومة الوحدة الوطنية الحقيقة بخلاف وأنه الحزام السياسي في كل مرة قاعد يضعف وحركة الشعب خرجتها والمشروع خرجها وإفاق كيف كيف لا حركة الشعب كانت في الحكومة هي لا كانت دعم وثيقة كارتاج وما عادش حتى المشروع ما كانش في الحكومة اسمع اللهم في بالك بيه في الحكومة حتى, أنا في لا حتى المشروع حتى المشروع ما كانش في الحكومة كيف كيف ولكن إذا كان نشوفوا زوزة طرف مش نحكي عليهم أيضا ما همش في الحكومة ولكن وزنهم مهم اليوم في دعم الحكومة أتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقاعدين نشوفوا مع بعضنا في تصريحات أمين العام تباعا آخرها اليوم بمناسبة التئام المؤتمر الجوي لعملة التعليم العالي الذي تحدث صراحة على أنه حكومة الوحدة الوطنية من أكثر الحكومات اللي خذت حظها وأن الأوان لأنه اليوم يجي شكون سميهم هو نور الدين الطبوبي ناس عندها ثم بعد نرجع لك على الكلمة ولكن مثالش بخلاف نور الدين الطبوبي شفنا وقت البارح أمين عام اللوجيكا رئيس منظمة الأعراف سمير مجول اللي هز السفارة وقال فان لا غيكياسيون هذوما شركائكم على كل حال نحن نقولوه أنه مصلحة بلادنا تقتضي أن نهزوا الحمل مع بعضنا ماش واحد فينا متفرج ولا اربيتر واحد فينا يلعب في المقابلة كلنا معنيين بهذه المقابلة هذه هي معركة تونس من أجل الاستقرار ومن أجل الاستمرار والأمن ومن أجل التنمية ومن أجل تطوير وضعنا الاقتصادي والاجتماعي معركتنا الناس كل ما عندنا شكون يصفر وشكون هاو صفر ولكن هاو شنعملو فعود نصفر فعود نصفر وحط رواحنا في موقع المتفرج أو في موقع الحكم نقولوا ثم نقص وأنا نقول فعلا ثم نقص على مستوى مسألة التنمية ثم نقص ثم ضعف ثم ترد الحين على مستوى الوضع الاجتماعي الاقتصادي ثم نقص على مستوى المعركة ضد الفساد ثم نقص ندعو الحكومة وندعو أنفسنا لأن نحن معنيين بهذه المعركة إلى مزيد التسريع بتوفير شروط النجاح في هذه المعارك 3 معركة مقاومة الفساد معركة مقاومة الفقر ومقاومة الجهل ومقاومة المرض ومقاومة معناها غياب الشروط الدنيا باش تونسي يعيش بكرامة بعيش بكرامة ومعركة التنمية المحلية والجهوية وإن شاء الله على كل حال الحكم المحلي اللي ناويين إن شاء الله داخلين على عليه بعد الانتخابات 6 ماي يكون عنده دور في تحقيق التنمية في المحليات والجهات
ومرة أخرى أدعو السيد رئيس الحكومة اللي نشكروها على الجهد اللي فيه. ياسر تحكي دبلوماسية سي نور الدين البحيري. نور الدين الطبوبي كان أكثر صراحة منكم. نور الدين الطبوبي تحدث على أنه البلاد اليوم في حاجة لقيادات سياسية راشدة تلم بمشاغل التونسية. والله ظهر لي مش مطلوب منا باش نكون كلنا نسخ مطابقة الأصل من بعضنا. اللهم تحب ترجعنا سيري كسرونات. لا لا أنا نسأل فيك. الأخ نور الدين الطبوبي الأخ من العام الاتحاد العام الشغل اللي نحترموه ونعزوه ونقدروه وأنا شخصيا معناها أعتبره صديق و من أقرب الناس اللي نعزهم قدرهم من حقه باش يعبر رأيه بما يراه، وأنا من موقع السياسي والنيابي ظهر لي من حقي باش نعبر رأيي بما يراه. نقول للسيد رئيس الحكومة المشكور هو حكومته على الجهد اللي بذلوا فيه لخدمة تونس ولحماية تونس من البكات ومن الشرور ما فيها شر الإرهاب والفساد، أقول له المطلوب الآن التعجيل وتسريع الخطى في تحقيق الهدف الثلاث أو الأولويات الثلاث اللي بقات، أولوية مقاومة الفساد، أولوية التنمية المحلية والجهوية، وأولوية الثورة الاقتصادية الاجتماعية. منظر بضيفي. أنا الحقيقة سي نور الدين نتبع فيك بانتباه شديد، لكن ما نحبش نكون أنه تقييماتكم بعيدة بارش على بعضها سي نور الدين. طيب احنا انا يقوم بدوري انا كاعلام كوظيفتي كاعلامي، عندي سي نور الدين تقييمات نتاع الطبوبي ومتاع احزاب اخرى ومتاع ليتيكا، وهنا انا انا الوضع اللي نعيش فيه وعندي الشارع اللي نعيش فيه. سي نور الدين ثم حاله عدم رضا، ثم حاله قلق، ثم حاله ما نحبش نقول حاله ياس عند التوينس. وانت كيف راك تحوس في الشارع مش قاعد عندك برج العاجي؟ لا ظهر لي دورنا نحن مش بث الياس، نحن القيادات السياسية. لا مش دورنا. هذا مش تشبيه للواقع سي نور الدين. لا في العقل. لا ما نكونوش شهود زور. دور القيادات السياسية. دور القيادات السياسية. دور مش بث الياس في قلوب الناس، وأنا كنت نحكي لما حمد بن قردان اللي ربما الإرهابيين كانوا عندهم أمل، كان عندهم أمل أنه من هي مش يدخلوا لتونس. وفي ظرف 24 ساعة مش وصلوا للعاصمة. ما ثم شكون قبل الحلم زاد به الحكاية هذه، لكن ما دخلش من بن قردان، دخل من قفصة. ودخل مرسول من نظام معناها جار وشقيق لينا، وكانوا يتوقعوا انه من قفصه في ظرف 8 سوايع مش يوصلوا لقصر قرطاج. الناس هذوما كان عندهم نفس، ما كانوش يعرفوا شكون بالضبط الشعب التونسي وشكون احرار وشباب بن قردان وشباب الجنوب. هم عرفوا ونحن انفسنا زاد نحبوا نسمع. ما جاوبتنيش تو، ما جاوبتنيش. انا ما جاوبتش. انا ما جاوبتش. نحن دورنا مش بث الياس. نحن دورنا ياسر المنظر. نحن دورنا مش بث الياس. نحن دورنا فتح باب الامل. صحيح. نقولوا ثم صعوبات، ثم نقايص، ثم تعثر، ثم اخطاء. ونقول للحكومه تجاوز اخطائك. كفى تعثرا وترددا. سرع الخطى من اجل تحقيق اهداف ومطامح التوانسه. وافتح باب لما متوانسه. شفت كيفاش انا وياك نختلفوا؟ مش مطلوب منك يا خويا باش تكون كيفي، ولكن زاد ظهر لي مش مطلوب مني باش تكون كيفي. انت تراسي نودي الناس كل سؤال بسيط. انتم اللي تحكموا في تونس، الاحزاب السياسيه اللي تحكم، انتم حكي حركه من غير ما تسال. ثم صعوبات، ثم صعوبات. هل الخطاب السياسي الحالي خطاب يعطي الامل عند التوانسه؟ هل الخطاب السياسي فرحين به برشا التوانسه نتاع خطابكم انتم ونيتكم؟ استنى خلي اسئله التوانسه تو جاوبوا. لا انا نشوف انا ما لاحظتش انا فرحانين. اعمل استبيان مثال. ما لاحظتش انا فرحانين. انا خليني نشوف حليفكم في الحكم سي نور الدين. انا مش باش نسال التوانسه، انا باش نجي الخطاب احد الاطراف اللي يعتبر اليوم حليفكم في الحكم، باش نجي برهان بسيس القيادي في نداء تونسكم شريككم الاول في الحكم اللي مخوف التوانسه من الانتخابات البلديه، ويقول لهم ردوا بالكم راه اذا كان فازت حركه النهضه في الانتخابات البلديه فان الاسلاميين باش يحكموا تونس وباش يكرسوا مشروعهم الاسلامي، مش مشروع الاسلام السياسي ل 100 سنه لقدام. طيب هو يخوف هذا شريككم في الحكم يخوف. وانا هاو كلامي للتوانسه ردا على الصديق برهان بسيس، قول يا توانسة برا شاركوا في انتخابات البلدية وقوموا بدوركم وبترك النظر عما سيكون الفائز على مستوى الأرقام وعدد الأصوات. يلزم تونس تكون في الفائزة. معركة الانتخابات البلدية والحكم المحلي هي معركة من أجل تكريس الدستور واستكمال أهداف الثورة المجيدة، أهداف ثورتكم اللي ضحيتوا بها من أجلها بأعماركم وضحيتوا من أجلها بدمائكم ودماء أولادكم ودماء بناتكم. ويجب تكون فايز تونس، يفوز النداء، تفوز النهضة، تفوز الزبة الشعبية، يفوز المشروع، يفوز الائتلاف، يفوز الجمهوري، يفوز غير جمهوري. مش هذا الإشكال بالنسبة لي. نحن في حركة النهضة
بالنسبة لنا فرقة النهضة الفائزة يجب أن تكون تونس ويكون التونسيين. والانتخابات هذه لازم تكون في إطار التنافس، ولكنه التنافس اللي ما فيهوش تخويف، ومش تنافس اللي يدفع إلى الصراع، ومش تنافس اللي يدفع للتباغض، تنافس اللي يدعو يدفع إلى مزيد التحاب ومزيد الأخوة بين التونسيين، وتنافس من أجل المصلحة الوطنية العليا ومن أجل مصلحة تونس العليا وفاء لدماء الشهداء. شفت كيفاش الخطاب نختلف فيه حتى من كان حليفنا؟ أنت نال الخطاب اللي تحبه، خطابي ولا خطابه؟ اللي يجب تتبعه. لا بصراحة اللي يجب تتبعه مساج. إما خلينا نجاوب أنا مساج. جاوب أنت عليها. أنت أنا توصي عليها. لا مساج. توصي عليها أنت. خلها تجاوب هي. ليش ما بينتكم؟ اسمع ما بين. شو اسم المنذرة على أفكار؟ لا لا سمح. لا سمحني لا. لا شو اسم المنذرة؟ مش على خاطر المرأة اسم المنذرة. لا. أيوة. اسم المنذرة مش على خاطر المرأة. لو اليوم عندنا احتفال في المجلس. غدوة وندوة كبيرة برشا. اليوم العالمي للمرأة. لا غدوة اليوم العالمي للمرأة، واليوم قاعدين نناقشوا في معناها القانون التاريخي اللي صدرناه في مجلس النواب الشعب، واللي حركة النهضة قادة الدفاع عليه، قانون مواجهة العنف ضد المرأة. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، ما اسمعني. يعطينا الصحة. أنا عملت لي بروكيراسيون صح؟ من غير وسائل. لا 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 سيدي أنا لا عجبني. الوسائل الرجولية لا 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 عجبني. خلي تكلم مساج، خلي تكلم. لا عجبني لا خطاب بني مزيس لا خطابك أنت عجبني. يعني أنت ساعات ما يعجبكش لا عجبش. لا خوك علاش؟ أي خلي تكلم. سامحني خوك علاش؟ يعني لازم نقدموا. في الأمور هذه المرأة أكثر عقلانية راهو. باهي خليك الكرامة. خلي الناس ناقصات العقل والدين. لا لا بدا خلي المرأة هي أكثر عقلانية. سي نور الدين صراحة هل تشوفوا أن حكومة الوحدة الوطنية وما تبقى من حكومة الوحدة الوطنية صراحة اليوم بتشكيلتها بالناس الموجودين فيها تحدثت قلت فما إنجازات ولكن طلبتوا منها تسريع الخطى. الناس اللي مشيت وحدة وحدة توا في عام ونص قادرة وأنها تدارك وإلا يجب إدخال بعض التحويرات على الحكومه الحاليه باش انه يتم تحقيق ما يجب تحقيقه. نحن نقول للسيد رئيس الحكومه من هذا المنبر وجه له رساله ولكل السادة الوزراء بما في ذلك وزراء النهضه، العمل ثم العمل ثم العمل بصدق لمصلحه تونس وبقدره الله ما تتعلقت همه هم ما عملوش عام ونص باش يعملوا في 90 دقيقه لعب قاعد يخدم علاش عملوا هكذا بير كنت اعترف كانوا نجحوا في المعركه ضد الارهاب كنت اعترف كانوا حققوا بعض المكاسب هنا وهناك ثم نقايس لنكتب كملوا كملوا واذا كان الامر يحتاج لتغيير يصير تغيير لكن العمل ثم العمل ثم العمل بكل صدق نجم مصلحه البلاد. احترازاتكم انك قبيله سالت على الاحترازات نحب نربطها بمساله بث الخطاب التفاؤل نشوفش انه الحكومه الحاليه سي نور الدين البحيري مقصره نوعا ما في المساله الاتصاليه في توسكي معناها كوميونيكاسيون. اليوم حتى الحكومه إذا كان قاعدة تعمل في حاجات إيجابية كما حكيت سيادتك ربما الكياسات وإلى الربط بشبكات التطهير والماء والضوء وغيره بين ظفرين الإنجازات هذية اللي ما عادش لوكس كما قلت لك، ولكن فما ديفيسيت دو كوميونيكاسيون تخليها ما تخرجش وتعرف تعمل خطاب تسويقي. شوف وقت اللي كانت في عهد المعجزة الاقتصادية متاع تونس ما قبل 2011 ما كنت كانت ناس تحكي المعجزة الاقتصادية في عهد بن علي. إي كنا نحكوا سي نور الدين في عهد المعجزة الاقتصادية اللي نحكوا عليه كل ما كانش موجود. شنو اللي نحكي عليه؟ هل نحكي عليه من طرقات ومن ربط بشبكة التطهير؟ لا مساج مساج خلينا نكملوا مالا نحن نصنعوا في طرق جديدة مالا أنا نضيفه قاعدين نضيفه مالا كذا ما نقص قبل وقت اللي نحن حققنا في هذه المجالات مجالات البنية الأساسية والربط بشبكات التنوير والمياه الصالحة للشراب والتطهير والطرقات وغيره حققنا قرابة وصلنا لنسبة 200% وأكثر في بعض الجهات ولات هذه ما عادش ليكس معناها وقت اللي ما كانش موجودة حاجة باهية وحلوة ومعجزة اقتصادية هذاك أما كي عملتها أنا وضعفتها 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 ولات ما عادش ليكس موش ليكس صحيح لكن لازم تحقق هنا قاعدين نحققوا فيها ما يسالش بالنسبة للاتصال أنا شكون نقول الشفاعة يا رسول الله تعرف علاش الشفاعة يا رسول الله؟ لخاطر القائد حاصل الآن في المجال الإعلامي قلبك معبي على الإعلام لا مش على الإعلام لا 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 على قاعدة العمليات مش على الإعلام الإعلاميين الشرفاء في قلبي شوف الإعلاميين الشرفاء في قلبي وعناية وتعرفني نحترمهم برشا ونحبهم برشا وأنا صديق لهم وأنا من الناس اللي كنت نباشر الإعلام ونعرف إيش معناها إيش معناها مهنة المتاعب وهي فعلا مهنة المتاعب أما نقول الشفاعة الرسولية شكون نجمهم الناس هذوما تطول واحد في الإعلام ولا يحط ساق تغرق ساق لانه الفلوس والامكانيات والكفاءات المرصوده من الناس الاخرين في الداخل والخارج باش يشوشوا على باش يشوشوا على سياسات الحكومه باش يشوشوا على الاحزاب الوطنيه المتحمله امانه معناها امانه انجاز
مستحقات ثورة. شيء كبير. شو المعلين تاع الاستقواء بالأجنبي والتبكي على عتبة السفارات اللي يحبوا من برا دي معانا نظرية المؤامرة تاع البراني اللي يترصد في الشر ويضمر في الشر والإمارات وقطر وتركيا. أنا ذكرت الإمارات أنا. تي نحكي لك أنا ذكرت أنا قطر وتركيا. أنا ما ذكرتش. عملت التوازن. أنا ذكرت الإمارات اسمعني إلا ذكرت الإمارات. أنا ذكرت الإمارات. لا ذكرت لا قطر ولا تركيا ولا ما ذكرتش. سي نور الدين سامحني، احنا جونا في المنبر هذا جونا وزراء وهم الحقيقه مرحب بهم وجونا ناس كفاءات وزراء باش نكونوا موضوعين او نحكوا الحقيقه كفاءات جدا زاد وزراء وقانون الكلام في البقعه اللي انت قاعد فيها ما كناش نعرفوا معناتها. ايمان حبيت تقول لك راهو ثم ان ديفيسيت دو كومينيكاسيون الحكومه هذه حتى كان تعمل حاجه باهيه ما تقولش للناس ثم ديفيسيت ثم او حاجه اخرى او عندها ابونمون اعضاء الحكومه تاع يوسف جهاد عندهم ابونمون في بعض الوسائل الاعلاميه بعينها وانا سميتهم وزراء العاصمه ما يتنقلوش 50 كيلومتر على العاصمه. شوف شوف ثم ديفيسيت دو كومينيكاسيون عند الناس كل عند الحكومه وعند الاحزاب الوطنيه وعند ولكن كذلك ثم حمله تشويش حملة ارباك كذلك كبيرة جدا. هكا سي نور الدين؟ اي نعم كبيرة جدا. بالله وين تشوفوا فيها حملة؟ انا قاعدين نشوف فيها، انا قاعدين نشوف في وسائل الاعلام الموجودة اليوم قاعدين نشوف فيها في كل مكان، حيثما نولي وجوهنا نجد ضعفا في التواصل لدى الحكومة ولدى الأحزاب الوطنية الكبرى ولدى القوى الوطنية المعنية بتحقيق هدف الثورة والمعنية باستكمال البناء الديمقراطي، ولكن نلقى كذلك حملة قوية جدا. أنا أعطيك مثال بسيط. سينودي سمحني مش أنا خذ مثال سمحني سمحني معنا وغير مثال خليني مثال قلت في كلام خطير خليني نكمل مثال الحكومة في الحكومة عندها مجيرة مش بكم متحمس أنت مش معني بقى يا سيمون أنت مش معني بقى خليني نكمل مش نعطيك مثال اليوم الحكومة أنا نحب نعطيك مثال أنا نحب نعطيك مثال بسيط خليني ندافع عندنا شوية على الإعلام عام خليني نعطيك مثال بسيط بعض الوسائل الإعلامية اللي تخدم لها مش معني مش معني الحكومة يختار الوسيلة الإعلامية اللي يحكي فيها مثالش والوزراء يختار ونمشي مثال شو اصبر علي اصبر علي انتم تابعتوا معنا ايش صار في جانفي ما كنت تابعتوا ولا تابعتوا التحركات بتاع اللي صارت في جانفي وتابعتوا محصول من اعمال نهب وحرق وكذا وكيفاش تحولت الى اعمال نتاع عصابات وجرائم كيفاش تم تغطيه الاحداث هذه في بعض وسائل الاعلام في الداخل والخارج وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا سامحني سي نور الدين مثالش نكمل خليني نكمل مثالش خليني نكمل خليني نكمل الباشا قايد سيرتي خرج في الخطاب تاعو خليني نكمل يا شبيك الاعلام الوطني يعطيه الصحراء ونجح ايش بيك مثالش تو قلت الاعلام الوطني ما نجحش انا مالش كون لا انا قلت الاعلام الوطني انا قلت يا سي منذر جاوبنا على سؤالي ما كان ثم تغطيه في الخارج لهذه الاحداث ولا في الشرق ولا الغرب كان ثم تغطيه في بعض المواقع التواصل الاجتماعي وعند بعض الإعلاميين من غير الإعلام الوطني اللي تحكي عليه واللي انت جزء منه اش كانت الإعلام اش كان يقول كان يقول ثم عملية حرق ونهب وعمل متاع عصابات عمل معزولة هنا هناك كان ثم يقول ثم انتفاضة شاملة في تونس وكان ثم يقول تونس على أبواب ثورة جديدة وكان ثم يقول الحكومة معناها مهدب النهار بل انهارت وكان ثم يقول أنه هناك فشل وانتهاء وإعلان نهاية الثورة وكان ثم ديمونشات في جرائد دولية عالمية معروفة جدا في الشرق والغرب ثم بعض الوسائل الإعلام في الشرق عمرها ما كتبت على تونس ثم وسائل الإعلام في الغرب ما تعرفش تونس فين ولكنها كان عنوانها كبير انتهاء الربيع العربي هي من حق هذا تحليل انا قلت لك مش من حقه لا سامحني انا قلت لك مش من حقه تعرف نقول لك حاجه سينودي سامحني انت شوف كيفاش دافع على الشيطان انت انت خوفتني تو انت حاط روحك تدافع على الشيطان لا لا بنساش بندافع على الشيطان انت خوفتني تو على حريه الراي والاعلام والتعبير لانه للدرجه دي انا عندي انا عندي سؤال لك انا عندي انت قاعد تتناقض لا 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 انت فهمتوش حاجه اخرى يا سي منذر انت توقع تتناقض خوفتني يا راجل انت قاعد تتناقض يا عرق تقص نعرف مش خوف نعرف مش خوف والله يخوفني انت نعرف كنت تخافش مني انا تخاف من حاجه اخرى خاف من ربي انا تو نقول لك هذا وما ربي حاجه اخرى ما نقولكش عليه صافي شوف يا سي منذر انت لو كنت تقول لا لا انت تتناقض سامحني سامحني يا سي منذر تتناقض انت بقري كنت تكون الاعلام الوطني قام بدوره في ادانه ما حصل صحيح وتغطيه لحسنها بشهاده رئيس الدوله دونك الناس اللي عملوا تغطيه مخالفه لذلك وهم يعلمون حقيقه الاوضاع المساله مش اجتهاد خيار خط تحريري اسمه التبشير بنهايه الثوره التونسيه ونهايه الربيع العربي علاش تعطي فيهم في الفرصه احكموا
هادو منجزات. تو خلينا نتفقوا كل الارقام موافقتني 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 اسمعني يا ايمان يا منذر موافقني يكون الاعلام الوطني قام بدوره في نقل حقيقي للاوضاع وان هناك اعلام من هنا وهناك حاول لا لا ما قلتش وان هناك اعلام من هنا وهناك حاول اعطاء صبغه الاحداث غير الحقيقيه من اجل ثم موجود ولا موجود مبالغات ثم مبالغات موجود ولا صعبه موجود ولا لكن هذا ما يعني انا متفاهمين لا انا من لا لا احنا قلت ثم مبالغات لكن الذهاب بعيدا نحو شيطنه الاعلام هذا الاعلام الدولي يا زين الدين الاعلام الدولي هو الذي صفق على تونس وقال بلد ثوره الربيع العربي هو اللي قال تونس فيها دونك علاش الاعلام كي يشكركم وكي يشكر الموديل التونسي تصفقوا له وكي يقول روعة تونس فيها مشاكل تقول لا راهو يتامر على تونس ديما نصفقولو ديما نصفقولو أما كيما سياد قلت الإعلام الوطني قام دوره في التغطية بنزاهة وبحيادية المطلوب من الباقي أن يقوم دوره بنزاهة وبحيادية اليوم هو وحس على الإعلام سي نور الدين مشيتوا في تنفيذ البيان اللي خرجته حركة النهضة وقدمتوا شكايات ببعض الإعلاميين لا ما قلناش باش قدم شكايات ببعض الإعلاميين لا عاد شنو كنت نحكي لك على الإعلامية أنا قلت لك مانيش نشكي بها القضايا مانيش نشكي بها النقابة استنفتوا معناها بطلتوا لا في الأقل عاد قلنا نحن سنرفع قضايا ضد كل من يحرض على قتلنا ومن يحرض على التمييز ضدنا هاك استنفتوا قلت لي بطلت لا ما نحكيش على العالمين ما نحكيش على العالمين نحكي ايش بهم اللي حرضوا ضدنا هم العالمين شنو لم ترد كلمة عالميين في البيان تمام نحكوا على تصريحات بمناسبة بعض معناها البلاتوات وبعض الأنشطة العالمية وش الاعلاميين سي نور الدين الحق نحب نقول لك حاجه انت ما حكيت ما وحكيها اليوم سي نور الدين على الاعلام الحقيقه اكبر ناس سي نور الدين وسامحني دخلوا منكم في كونفلي مع الاعلام بعد الثوره ممكن حركه النهضه ولكن بعد عدلت الحقيقه وعلى حتى كلمه حتى كلمه اعلام العار خرجت غادي خرجها لطفي زيتون فك 60 نتاع لا لا اعلام العار سابقه انت تعرف الحقيقه شوف لا لا شفت شوف شات الزوره شوف سامحني سامحني لا لا ما تكملش لا لا شوف ما تحبش روحك في موقع شات الزور لا لا جميل والله العظيم ارضاه لنفسي كلمه اعلام العار اي شكون قال صح صلحني كلمه اعلام العار صلح لي ميسيرش سبقها قبل لطفي زيتون غيره يقول عليه والقائمه السوداء سبقها نصف المرة ما نعرفش سبقها لأن نحبه هو يقول وهو ما يحبش هذا الزور وكنتم تحكموا معاه لو كان نحن طلعنا مش نحن نحكموا معاه لو كان عمل باهي نحكموا معاه ربي يا إيمان نحن خدينا لو كان عمل خير نحن كذا يا رسول الله اسمعني بالله يقول لك بتولدتوا فرد نهار أنا بشكل ولا لك مفرد جهة ولا لك مفرد بلاد في الإعلام بربي اسمع قاتلك ما عندك في نهار منها لا في الإعلام حركة النهضة مثلا في الإعلام الحقيقه في الاعلام حاولتوا تعملوا زي ايمان حاولتوا تعملوا اعلام بديل صرفتوا عليه برشا فلوس لكن فشلتوا علاش انت قلت لا لا انا قلت نعطيك امثله لا انت قلت نعطيك امثله ولا نعطيك تحب تمز زملائك مس لا اي تحب تمز زملائك دبر راسك سويت سويت اي معناتها مش صحيح مش صحيح ايمان معك ايمان بحذاك ربي تحب تمز زملائك تفضل شكرا